مشروعنا فريد من نوعه جديد، طبرناه المناطق الغربية مدينة عانة تحديدا، سوينا طفرة نوعية بالأكل، دخلنا الأسماك البحرية، والله يعني على مستوى الأنبار كليتها ماكو هيك أكلات البحرية، العالم متعودة على المزقوف وهاي الشغلات، فالأسماك البحرية ما موجودة بالأنبار عامة. عندك الزبيدي، عندك الهامور، عندك السلمون، عندك الزوري، هواي أنواع أصناف في السمك البحري. عن طريق ولد شخص صديقي نصحني بهذا الموضوع واشتغلنا عليه، يعني إن شاء الله يعني العالم صار عليها إقبال حيل قوي بشغلة، وشفنا يعني رواد هواي لهذه الأكلات، فتحنا الفرع الثاني وهذا اللي شجعنا نفتح الفرع الثاني. متعودين على طريقة محددة للسمك، يعني ناكل شوي مزقوف، هاي طريقة جديدة، أنواع جديدة من السمك، شيء كلش مختلف، طعم يختلف تماما. هناك هذا السمك طعم أنواع جديدة وطعم يختلف، وحتى شكلها مختلف تماما عن اليوم. أي شيء، أي مطعم أو أي فكرة جديدة راح تلاقي جذب اقتصادي سياحي باقي المناطق أو باقي المناطق المحيطة.